طريقة رز الأوزي مع اللحم المفروم بالمكسرات بالفيديو التالي. جهز هلأ اللحمة اللي بدي أعملها مع رز الأوزي بالمكسرات. أنا بحط لحم مفروم خشن، لحم خروف شوي مدهن بختاره، حطيت معه عود قرفة ورقتين غار، وبنشف اللحمة من ميتها. هلأ اللحمة بلشت تنشف ميتها، حطيت بصلة مفرومة مربعات ناعمة، حطيت عليها معلقة صغيرة ملح، رح أقلبهم وغطيهم لحتى تدبل عندي البصلة وتطلع كل ميتها. هلأ عندي البصلة دابت، حطيت معلقة طعام سمنة بلدي، حطيت زيت نباتي، هلأ رح أقلبهم شوي بعدين بضيف البهارات. هلأ اللحمة عندي صارت جاهزة، جهزت بهاراتي، معلقتين طعام فلفل أسود حلو، معلقتين طعام قرفة، معلقة طعام فلفل أسود، نص معلقة طعام كراوية مطحونة، ربع معلقة طعام قرنفل، ورح ضيف نص معلقة طعام هيل. حطيت الهيل، رح ضيف مستكة مطحونة مع معلقة ملح شي 5 حبات، حطيت ملح، حطيت شوي برجوز الطيب، هلأ رح أقلبهم، رح ضيف زيت نباتي. بالنسبة للبهارات حسب كمية الرز عنا. حطيت الرز وهلأ بهدوء بقلبه عشان ما كسر حبات الرز مع اللحمة. بستغلي مية الرز ويتشربها، بخفف النار وبغطيهم وبحط فوطة وبستناهم ليستوي. هلأ رح خفف النار وحط فوطة وغطيهم لحتى يستوي. وهيك أنا بغطي دائما طنجرة الرز، بحط فوطة أفضل للرز بيطلع. تبارك الرحمن، وهيدا الرز بعد ما سكبناه، شوفوا كيف نهتري ومش خابص، ما شاء الله. حطيت الرز بسخان التقديم او بجات التقديم، وهلأ بدي زينهم بالمكسرات. هيدا سخان الرز باللحم المفرومة رز الأوزي، حطيت عليه مكسرات وبقدونس وصار جاهز للتقديم. هيدا الشكل النهائي لتقديم الرز الأوزي بالمكسرات. انا قدمتهم مع وصفة الخروف المحشي بورق العنب، ما حطيت الرز تحت الخروف، قدمتهم بسخان جانبي، وهيدا بيرجع لذوقكم.